معموله لمين؟ للملائكه. الجنه معموله لينا للجنس البشري. طب مين يدخل الجنه لو كله داخل النار؟ وانا سر نجاح رسالتي ان انا ضد هذا الفكر، والشباب كانوا بيدوروا على حد يقول لهم حاجه غير هذا الفكر. فلا، الاصل في ديننا ان هو قايم على الرحمه. هلك المتنطعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتشددون هلكوا. على فكره هم نفسهم بعد شويه ما يقدرش يكمل، لان دي مش سنه الكون. ويرجع ويغير افكاره طبعا، يتعب غلط، يتعب او يروح في سكه تانية، او يتشدد لغايه العنف. بس عايز اضحك على سؤال مهم في البرومو. كان ليك حضرتك جمله من تكرار الابتلاءات، وده يعني في حكمه ربانيه. الناس ممكن تشوف ان ده ربنا بيبتلينا وتكراره لحكمه، ما انا هجزع في وقت من الاوقات وربما ما استحملش. وليه في ناس تانية ما فيش فيها حياتها ابتلاءات، والعقل والشيطان يبدا يوسوس للانسان؟ عايزين بس نفصل للناس ايه الفلسفه وايه الحكمه الربانيه، وليه حاجة اصريت انك تقول ده في البرومو؟ اصريت اقول ده في البرومو لان الحقيقه ان الناس الموجوعه كتير، وان الناس تعبانه نفسيا، حاسه انها مرهقه، على متوتر، اقتصاد عالمي متوتر، ظروف اقتصاديه صعبه على الجميع، مش في بلدنا بس، في العالم كله. فالناس تعبانه، وعلى فكره و و و والغرب احيانا تعبان اكتر ما احنا تعبانين، لانه مش متعودين على اللي احنا متعودين نعرف يعني ايه عندنا من المرونه. بناء على هذا الكلام كله اللي انا عايز اوصله لك، ان كان لازم اقول في البرومو ما تجزعوش قوي من ابتلاءات ربنا، لان قد تكون هناك حكم انت مش واخد بالك منها. زي ايه؟ دي حلقة جميلة من الحلقات. يضيق عليك يضيق عليك يضيق عليك يضيق عليك عشان يدفعك لمساحة جديدة افضل لك. انما القاعدة بتقول انما يضيق عليك القدر ضيقا ليدفعك دفعا الى قدر جديد اوسع لك. الفكرة كلها من ربنا سبحانه وتعالى، من اسماء الواسع الذي يوسع على عباده. وانت مش هتروح بمزاجك لمساحة جديدة. انا لولا ان انا سافرت من مصر سنة 2002 ما كنتش عملت الدكتوراه، ولا كانت دماغي اتسعت كده، ولا كنت استمر داعية لغاية دلوقتي، كان زماني خلصت. وانت مش عارف بقى يعني اقول ولا لولا ان الدنيا دقت عليك دقت عليك دقت عليك كصحفي شاب صغير، والله ما كانش هيبقى في حاجه اسمها القاهره 24. هو في حد يا جماعه بيتزحزح من مكانه بمزاجه؟ هو في حد كده بمزاجه يلاقي الدنيا ماشيه كويس ويقول ايه يلا نغامر ونتنقل لمساحه جديده؟ مين يبقى يعمل كده؟ كله بيقعد مكانه. دي طريقه ربانيه، فما تزعلش قوي. دي حاجه. ثانيا، الابتلاءات دي هي اللي بتكتب القصص الكبيره في الحياه. انت عايز تبقى قصه كبيره في الحياه؟ يعني تخيلوا معايا مثلا سيدنا يوسف ضاع من ابوه، كويس، ولقى بعد اسبوع. فين قصه يوسف؟ انما 30 سنه معاناه هي اللي بقى يوسف بيتحكي لغايه النهارده في العالم كله.